بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إن أريد بالجلالة مدلولها فإضافة اسم إليها حقيقة لامية للاستغراق إن أريد كل اسم. وحكس وبحي مصنف علي رحمة الله لفظك بسمئة بعض يسينك لفظك الله يا روائن وكهذلو الله يا رحمن يا رحيم أشكو جرتا الله أشكو جرتا نحيتها أولا هرت الله بسم الله الله إذا محلو جيدة لبا معنى مدبلو جيدة إما دي مصمه إن لو جيدو إله لو جيدو سبحانه وتعالى ومركا وحي النقوني إضافة بمعنى اللام أو مجعي إله أول هاوي بسم الله إله مجعي أي النغني أشنا واستغراقية أم واجنسية استغراقية ينكو في عنتهاي طلبات لفظي الله أه لفظي سئن لو جيدو أو ألفتان يلا وضن اللام يهأذان إن لو جيدو بسم الله لفظيا الله أه إن لو جيدو مرها دي الله لفظي هذا لو جيدو إضافة اسم الله لو إضافي وبياني وحيكا ديغان تاي بسم هو الله بسم مقع وهو مقع با الله أه أيانكو باللابني أيا لو جيده ويهي لفظي هذا هدي لو جيدو حاجة إيه دي هدي معناها لو جيدو أشاء الله كجرتا واستغراقية أما واجنسية استغراقية مرك اللي يلا هذا مقع أسماء الله سبحانه وتعالى رمان إيه كوة دعي إلا سيدة هذا باستغراق وحوية جميع أفراد الجنس جنسي أفراد يسا وردان أي يكون دعي وبسم الله لفظك الله الله إله مقع يدي يسا مقع يدا أوليه أيانكو بالله بني هذه الجنسية اللو جيدنا جنس في بعض الأفراد أي يكون دعي بسم الله إله مقعديسا جنسي ودا قار كميدا ايام كوب اللابان ايو النقون معناها سوربا ايو كاضل ثم ان اريد هدي اللو لجيدو بالجلالة لفظ الجلالة هدي اللو لجيدو مدلولها وحي اي تسيسي وذات ذي با اللو جيدا مدلول ساسي اجيدا ذات ذي هدي اللو لجيدو فإضافة اسم اسم إضافين تيدا إليها الله لو إضافية حقيقة حقيقة وهي حقيقة أولامية لام لو نسبينيو إلا إضافة بمعنى لام إيو بمعنى من إيو بمعنى في إيو نغطة وكان ليجر سمهين وحكا ديغانت اسم لله ما قال أوليه للإستغراق بين أسغلات غرغين وقور ما إن أريد هدي اللو جيدو كل اسم اسم كستو من أسمائه مقعيضة الله كبدا تعالى كانوا إسرعيه أو للجنس أما أشو جنسية ويانو جنس بي أسوناتي إن أريد واهدي لو لجيدو جنس أسمائه أسماء ديسة جنسي قودة تعالى سري أي الجنس هدي لو جيدو جنسي قو في بعض أفراد في ضمن بعض الأفراد أفراد قار كيذا كل حجرو لا من حيث ما المسورو بكرتو هو جنسي موجود وياهي يعني جنسي أفراد لمان اللو لجيدو مدعي كرتو ما حد عاي إذا لا يمكن واحد سورو بكرين أن نطقو كو هذل به أفراد اللو هذلو أما جنسي دمانتي اللو هذلو حتى يقع مركا هدعو ابتداء بلا بشال و بلا وضو هدعي أو للعهد أما أشو عهدية ويانو بمذقار أهاريد إيا اللو جيدة إن أريد واهدي لو لجيدو اسم مخصوص اسم قار أهاريد قال الشنواني وحيره شنواني وحلين يهي قال الشنواني والاستغراق استغراق يا أولى هنا هل كري بسم الله يا أولى هبون
وإن قلنا أبا نراهنو بأولية بأولوية الجنسي جنسي وناجيسة في الأفراد في الحمدي حمدي ما كان جوجنو جنسي في عم بقى نراهنو لأن القصد وجيده هنا هل كان يحلو جيده بس برضه التبرك بركيس أي لوجيده تبرك أي لوجيده ويه بذكر أفراد الاسم اسم أفراد سلما شيء تانك هذا كلها لما أنتوا ولا شيء جو أفراد لما لا شيء جو البركة يسريه والاستغراقية استغراقية ذنا بمنزلة قضايا أرما منزل كذا أما بوس كذا يتعلى قضايا متعددة تروبي بعدد الأفراد أفراد تروبي إذا كنت تروبي بخلاف الجنسي جنسي قاس خلاف سن والمقصود أجدده هنا هلكني إثبات اختصاص الأفراد أفراد والمقصود هنا كمقره كاف مدين قره هناك إنه جن هذا فعلت والحمد أجده والمقصود أجدده هناك هلك حمد وحلو أجده إثبات اختصاص الأفراد أفراد لخاص نقش هذا إذا إن لسوا وإثبات الجنس جنس كأول سوانا إثبات سجد وي لها أفراد للسوغيو بطريق البرهاني دليل يحجى وضددنا للسوغيو أو سداء إذ لو كان هدو أهان لها فرد مد أو منها حمدك كمدا لغيره الغير كمد أسوان لما اختص لما اختص مؤسن كون النغدين به الجنس جنس كالكم كون النغدين هذا يقعد كلاي وحكا لا يلاهي لتحققه معادعه لتحققه وحقيقه بلها حمد ياسي في ذلك الفردي فردي ياسي وحقيقه بلها فإن قلت هذه آتره يلزم وحال لازمي من إثبات الأفراد إفراد معها من إثبات الأفراد مفرد يالا سوق الضوضة وحكا لازمي إثبات الجنسي جنسي إن لسوق أيضا نغضي سلا هذه آتره وأفراد هذه آتره جنسي نوات سوقت إذ لا يتحقق مسوروب يو جنسي إلا في فرد فردي أي كسوروبي أو فهما جنسي إيو استغراقي متلازمان وإسلازمان سلا هذه آتره فلم رجح وحرجح كرانا مجره له جنسي رجح كرانا قلته وحنقول إيهاي يرجحه وحرجح كون الأفراد أفراد أهان شهد غير مضبوطة مثل لكوبي كرماها حمدك أفراد ديسا مكوب ميسو معادعي هالنعمة ربي سبحانه وتعالى يلقى حمدين أيوه مرول بوا متجدد مرول بقوة عصوة وهرية عصوة مرين أيها صوة مرية مركا واحد مضبوط هو اللي كوبي كربا معها فإن قلت يلزمه فلم رجحه قلت وحن ليها يرجحه وحرجحه كون الأفراد أفراد أهان شهيدة غير مضبوطة مثل كوبي كرا أيناهين لعدم تناهيها رمان شهيدة أفراد رمان شهيدة أيان لهينين فجعل اختصاص الجنسي جنسي كخصيص ديسا إن لغيره دليلا من تسنية عليها أفراد تسنية أي أنصب مناسبة بضن من العكس عكس أي كم مناسبة بضن يهي ليستدل سلو دليشدو به جنسي سلو دليشدو على ما وحا سيوجد لهلي دونو منها أفراد حالو كمدي أفراد لغحمد لها حالو كمدي هي. وإن أريد هذه الله دونو من الجلالة جلالة هذه اللغة جيدو لفظها لفظ كذا بسم الله لفظ الله هذه اللغة جيدو فالإضافة إضافة للبيان بيوسكنات بياني وإضافة ووصفها صفين تذحين إذن بالرحمن الرحيم وهي بسم الله لفظ الله هي الرحمن دي مركا كصفيس الله الله لفظ اللغة جيدو دي لفظ ما هو حنحريستو لفظ مدلول كيس مسميه سي الله وي وحنحريسانيو marka sidaad uga sifeyn karta laba mid weeyaan inaad tiraahdo min baab al-istikhdam weeyaano ee ar-rahmani iyo ar-rahimi laba sifo mushabaha weeyaan damaairta ku asturan allah baa loo celini laakin macnihi markii hore loola jeedo lafdiga ama ahe madluulka oo musamaha ayaa loola jeeda sida inaad tiro iyo inaad tiraahdo waa majaz aqli weeyaano min ithbati shay ghayr man huwa lahu shay wuxuu san lahayn la siinayo ويو لفظك الله رحمة مالي الرحمة وحا إسكالي الله مقع عن عدة ومقع أيها وإله هذا بإله وحي أولها رحمة أي مقع إسلسي
لباقو ايبو سو ودا وين اريد هذه اللدونه من الجلاله جلاله هذه لوغه جيدو لفظها لفظيده فالاضافه اضافه للبيان بيان بي اسغناته وصفها كتلمامتا يو كصفين تحين اذا وقت عبد الرحمن الرحيم لو صفينيو اما من قبيل الاستخدام استخدام ودديس انيته استخدام سون شيغنا سومهين واللفظ سي لو شيغي ضمير لو سوعليه سي كلي لو لجيدو ضميرك بأن يرجع وإلا عليا الضمير الضمير كي المستتر كو أسترنا فيهما الرحمن الرحيم كو أسترنا يالها جلالة ذا لعلين لفظ الجلالة لعليني بمعنى الذات ذات ذا معنى هذان اللوغ عليني أو مجاز عقلي إن لوضه في إسناد ما شيء تيرنتي للمدلول مدلول كأسقنا يالي الدالي اللو تيري مدلول ك لفظ الله أوحى أتسيني ومصميه دالي غنى ولفظ الله هذا ما مدلول كإله لفظاً عدة أمجعوية هي الله وحي أولها أي لفظ الله لسي ومجاز عقلي له هذا كاسي من إسلام ما شيء ترنتي للمدلول مدلول كأسونا مسمها أسونا يا للدال لفظ لسي وإنما لم يقل مدهن حينئذ وقتها بالله وهذا يسيرتها بسم الله لفظ الله يسوم الجديد ها ما حد بالله أديه ويدي أنت اسمك هرمريني بالله لفظ الله يا حد أديه ويدي وإنما لم يقل ما دهن حين إذا وقتها بالله مبالغة كحل إراشة في التعظيم وينيت أي الوحي الإيراني يول أدبي أدبت كقولهم هذا الكوضع إيه لم يتهي سلام على مجلسك العالي روح بعد سلامي سلام بدبادة على مجلسك مجلس كذا دشيها هذا العالي إيسري عليكم بات قوة ده بركة روحي بات شرفي هايس على مجلسك العالي أو على حضرتك الأشريفة أي عليك اللجيدة والرحمن الرحيم لبضع اللفظي اشتهر وحا عن بحي فيهما نحضو ده بحسب الإعراب إعراب كقدرك وحاكو عن بحي تسعة أوجه سغال وجه يمتنع وحا منعون منها سغالك جرور رحيمي مع نصب الرحمن أو رفعي لأن النعت الطابعة أشد هل كان يحصوه ذا الرحمن الرحيم قرآن كو دوا سنة متبعة لما بدلي كرو لكن قرآن غير كي الرحمن الرحيم قسمة عقلية ذا أو حكا كيري كارت السقال سورة سقال كسورة وحوي رحمن نون تيدا سد حركة سار رحماني رحمان رحمانو رحماني هدياتي روا نعتي دي الله ذو رعسيه رحمانا يا رحيم رحمانو هدي آتلا هذانا ونقت نعت مقضوعة نعت مقضوع من القرنة ونقت نعت مقضوع الله قوستي هدي رفع الله قوستي مبتدى اللو قدري هدي اللو قوستو فتحرة نصب عامل نصبي اللو قدري وأعني يأمدح يأحس القدرية هي سد حركة صار رحيمنا ميم كذا سد حركة صار أسنا سد كله فوق سقالين قنية سدح كل فضل وشي معناه هذا وحوي لا بد من إسلام هوسلك رحمن الرحيم إسلام كردك رحمن الرحيم إسلام جود رحمن الرحيم تنهار هوسلك رحماني تنهار بكردك رحماني رحيم أما جود تنهار ب رحماني رحيم تنهار كردك أو رحمانة دي كنهار هوسلك رحمن الرحيم أما قد رحمن الرحيم تنهر قد رحمن تندب هوسلك رحمن الرحيم أما قد وحنجة أما كرلك رحمن الرحيم سقالك سورة سقالك سورة وحا منعون رحمن انت آذ رفعسه أما آذ نسبسه ورحمن إن آتره أما رحمن آتره رحيم إنا كسرسو أو رحمن الرحيم أما رحمن الرحيم ممنوع واي هاي ممنوعته هاي نعتيه مقطوع مرك أوي هاي يعني اسمه منعوت كأمرك هذا قال خاعسو منعودي سكمل ده قارنة أتكجويسو وحال لازم قارك أثرعيني إلى هرمريسو قارك أتكجوين وينو ضمبيا هذا الرحمن رحمة الرحيم هداك كجويسو ما بيو حلو جدا الرحمن هداك كجويسو رحيمنا أذراعيسو رحيمك وإنه هرية كان أذراعيني وإنه هرية وقضع وتبعين يكون معينة بدونها وبعضها على مضينا إيه.
بيبجري ساسا يعني كي أذرع عيسى وإنه كحجة والرحيم كأذرعيني وإنه الله إذا كحجة رحمن كأذك جوسلينا وإنه ضمبيا مرب الرحمن كي أذك جوستي هذور كحجة الله رحيم مرة عنك ريسيد وإن أذك جوسا أسمى لازم سدى يوجي له والرحمن الرحيم اللفظ قاسي اشتهر وحا عن بحي فيه ما لبضى نحض وضى بحسب الإعراب إعراب قدر كي وحاكو عن بحي تسعة أوجوه سقال وجم تنعو وحا من عمنها سقال كاسي جرو الرحيم الرحيم إلا جرو لا اتباعيه مع نصب الرحمن أو رفعه رحمن لا نصبنا يو إلا جريه ما لا نصبنا يو لا رفعنا يو لأن النعت التابعة نعتقا راعيه أشدو أسيق أيادرا ارتباطا كو حنانشها بالمنعوت الوحد نادو فلا يؤخروا نعتي لراعين يي راعي من عود كيسة لمد بديجي كرو على المقطوع كي اللي جوس اللي جمد بديجي كرو كما قال ابن أبي الربيع سيد ويري لأن في الاتباع راعي أنت وحكوسون بعد القطع مركا عاد جوس تكد بين الراعي سو حكوسون رجوع النقاش إلى شيء شيء لون نقضه بعد الانصراف عنه مركا لقته يكذب فمنع ذلك سيد يا لودي لا لاعتراض الجملة وي لا بمشى كجرت لا لاعتراض الجملة جملة ذا معترض إن ماذا يذا ما أين كين بين صفات يعني وحوم جدا مع أنه صوّض قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما بنانو بسم الله الرحمن الرحيم ما بنانو محسن أبناني نعتق مقطوعة ينق نعتق تابعة تابعة وإنه هرية مقطوعة وإنه ضمبية سو سيدا ماها دي مسيرو بكرتائنا تراضو الرحمن أدي أد نسبسو أما أثرف عسو وحا نسبنا يا فعل محذوفة وحا رفعنا يا مبتدأ جملة ذا سينا نعتق إيا منعوتك كلاد حقيلي جملة ذا معترضة و الله الرحيم ونعتك لا الرحمن ومبتدا ذو قدرتي اما الرحمن او فعل نسبنا يا ذو قدرتي جمله نقطه جمله ذا معترضه واي صحيح سؤال بس عطان هذا جمله معترضه يا نعتك يا منعوتك اني كلا دحغشو ان لا اوغولين تاميا لو ديده ور ما يتا لو مديدنا تاسو برنامج القران كبي كسو ارورتي وانه لا وإنه لقسم لو تعلبوا عظيم وإنه دار تاسي لقسم داروي دارته عظيم وين ونعتي يقرأ لو تعلبون جملة معترضة أحد كجرت مركا جملة معترضة أحد وين نعتي من عطوي كلا أحد جلي كرت دبملة أي واحد لو ديدي هي واحد وية نعتي مرة لقى جوستي هذا أنا مرضى إلا الراعي الذي ديدي هي أنت صوضة مركا خلط كيف النقوة ضاي فمنع والديدي لذلك أرك عن صوشك ندرتي سالو ديدي رحمن إلا رفعي وعمل النسبي والرحيم للجرو لا لاعتراض الجملة جملة معترض لماذا إذا لو مديدنا لا لاعتراض الجملة جملة تحقيل ديدا بين الصفة والموصوف أي نحق الشيء لو مديدنا لوقوعه اعتراض كالعتان كيسا درت إذا لو مديدنا في نحو إنه لقسم لو تعلمون عظيم أو كلا يي نحق الشيء أو إنه لقسم قسم كأو عظيم ونعتي منعوتك لو تعلمون أن جلالة معترضة على أحد كجر خلت كيسا وحكم إذا في النحو إنه لقسم لما جاروا إيه غري لما إنه بسكو دابا غري وجعلوا الرحمن كي يلدي نعتا نعتي لغي يلو مبني وحال قدل لسي على أنه صفة مشبهة يعني نعتي وإنه مشتق نوضاء ما مشبه بمشتق وإنه نغضى صمهن ونعت بمشتق كصعب وذريب وشبهه كذا وذي والمنتصب وإنه نغضى نعت صفة أما شبيه بالصفة مشتق أما شبيه بالمشتق وإنه نغضى صمهن برك حسو يدينا الرحمن ومقع الله مقع الله نجامد بنغنية هذا اسم النغضة سنعتك النغنية ساسوضة لكن هذا الكاسي وحقابة كجرة محاد عي من باب العقيدة سيدة دابا وحجرة أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء داسي أسماء من حيث دلالتها على الذات وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى بلي لا أسماء الله ذات ذات تسد أي تصي واسمي مجعيسي ويا رب سبحانه وتعالى
معناها مركا أي توسنا وصفات إله أولية الرحمن صفة الرحمة أي توسني صفة سون رب لي سبحانه وتعالى اسم الجامد ذات كلي توسنا يماها الرحيم سدو كلوي وجعلوا الرحمن الرحمن كي يلدي نعتا نعت اللي لا مبني وحال قد لسي على أنه الرحمن كصفة صفة إنو يهي صفة مشبهة اسم فاعل شبيه أما على قول الأعلم أعلم هذا الكي هدي أن قبرنا إيو ابن مالك ابن مالك هذا الكودي إنه رثق رحمن علم عالم وي اللي يرهدو مو عالم الويهي لكثرة وقوعه دعتان كيسا بضي قيدا بضني ذيدا في القرآن القرآن كأيو دعي متبوعا حالو يهي مثل راعيو أسقاب منعوتا لا تابعا أسوه تابع مرعوه فيعربوا ولا إعرابي مركا هدي اللي يرهدو اسم جامد بدلم بدل أيال إعرابي فيعربوا ولا إعرابي بدلن حالو بدل كيهي من الجلالة اسم الجلالة بدل كيه مركا والرحيم لفظ الرحيم نعت نعت له رحمن أيو نعت أيهي مركا والله نعت أمر نغون أيو رحيم ونعت أو له للرحمن رحمن نعت أواه لا للجلالة اسم الجلالة نعت أماها إذ لا يتقدم مهر بركرو البدل بدل كي على نعت كمهر مره بدل يا نعت وينو نعت وينو هريا نعت بدل وينو ضمبيا فعلى الأولي كان هو هدي أن قبلنا يكون وح النغون مجرورا بماجر هدي أن رانه الرحمن ونعتي قول كهوري هذا أن قبلنا محجر يا الرحمن الله إذا وح جري هيا جري مضاف إليه سماهن اسم اسمه يا جري سماهن اسم ذا من بجري هدي بدل لي رهذانا عامل أي أقدر وسيد بقاعدة واحدة هاي عامل كستا وطابع أكو عمل فلية وعامل كمطبوع أكو عمل فلية بدل كمويه ويبدلك نية تكرار العامل بغا أساب صوب ذا قاعدة والرحيم لفظي والرحيم اسكبر دي لفظي يسين حكايو والرحيم نعت نعت ويه وله الرحمن أسوان لا للجلالة اسم الجلالة نعت أماها إذ لا يتقدم مهر مركا البدل بدلك على نعتك مهر برو فعلى الأولي قول كهوري هدان قبرنه والرحمن إذا هدان نرهنه ونعتي والله إذا نعتي كتاي يكون وحنقوني الرحيم إذا وحنعتي كي مركا الرحمن الرحيم إذا أي الرحمن الرحيم إذا وحنعتي كي الله إذا يكون وحو أهاني مجرون مثل جري بما وحي جري جري منعوته ومنعوت كيس وحي جري أي جري بما وحي جري منعوته على صحيح هدان قبرنه وعلى ثاني بدل ويه هدان الرحمن وبدل هدي أن نرهنه بعامل عامل كو مقدر لقدر أي وعلى الثاني هدي أن قبرنه بعامل عامل أي جري عامل كو مقدر لقدر أيه لما شيء درتي سو عامل مقدر أجري تقرر سقنا ذي أن العامل عامل في التابع تابع كو عمل فليه هو أسوى العامل عامل وي في المطبوع كو عمل فليه إلا البدل بدل كبويه فعلى نية تكرار العامل عامل العلنتي نيدي سقوى بدلك وعلى القطع كجويد هدي أن قابلنه فالجملة الجملة مستأنفة وي هدي أن را بسم الله الرحمن الرحيم أما بسم الله الرحمن الرحيم وأن كجوسنه جملة مستأنفة ينقوني استئنافا بيانية وحجر استئناف ولا بقي بيو قب سما سف على فهم استفهام بيانية استفهام نحوية استفهام نحوية وحلي هذا لبذا هذا الويكلجو أيه وح استجحرنا الله ما أركو استفهام نحوي استئناف نحوي لي هذا استفهام بياني وحلي هذا جملة ده بجملة ده هر إعرابها وأوجو أنتي كم حرنا لكن جملة ده هر سؤال كرلتي يجملة ده بك جواب هيس جملة ده هر سؤال كرلتي يجملة ده بجواب أطعي استئناف بياني لي هذا كاس سلا يوجي ده استفهام نحونا إعرابها نسوق محرنا معناها نسوق محرنا سؤال كلا هذا ثاني كم الجواب يو خلاص جملة قولي ذي الصعطوي فالجملة وعلى القطع هدي قوسي أن كنت الصعنة فالجملة جملة مستأنفة وهي استئنافا استئنافك وبيانيا بيان لون نسبيني جوابا بيان كده وحكم دي هاي محوها بلاغة سد حدي باب ميت كم بيان كواكي أو حكا آخر النقار كيس مجازك بيان وكم دها جوابا استفهام بياني جوابا لأجل جواب كجواب درت هذا أي استئناف بياني أيهاي لسؤال سؤال لك الجواب سؤال شو مقصود به لولا قصر أيه التلذذ كراحيس
وتعظيم شأن المسؤول عنه كان اللي اسوي دينا يا أرنتي إلا وينه بسم الله الله والله أتشي واكي الرحمن الرحيم هذا بقى الله مركز ويديني مياد قران لا أضهي ما يا إله عد جاهل كان نقول ماله إله ولا ودي يقانا لكن تلدد ويانا وحن دونيا إله سفدي سينا سيبا دي صوت شيشك سي شكتو أيام قرى حيسانيا تلدد بالي إله ده أوكي اطناب وحيبه لي لها سبب كله كان إيه وكمي دي هاي وغيره الإضراب وعكس الإضراب ميوها وكا تلذذك يا الله كان يكون راعي نبي الله موسى يلهو حويدي وما تلك بيمينك يا موسى معك فيلنا عصايك هي هتا إنه إسكحت في المبتدا عصايك اللي يقول هذا كفلنا هي عصايا أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى بدر وطلطل بركة وتلدد يعني إله هذا الله وذو كرة حيسنة إنه هذا القصوى قابت وديدي هاي مركا واكوا دينيني كوسو في أوان نوعدي لقوي ولا أمي لقوي هاي قواص أو شيخ نورا زيارني نواتقني زيارني إذن كم وقت جاي وذات نمضى داقضة قصوى قشينة أنك الباب قصوى قللي سوفي نمي يا راه صوبري مركا أو شيخ نور الزيارة اللي ما شان تقني كو شيخ هاي ما بس كرو أنك أقنتي سمحمين لكن بلا أي واحد كنا عادي سوفي النمذ وقوة لحتقي كالي أرك ما شو واحد جوغ أنا مركو يمادو أسوى حروطة أي واحد تدكي جوغ لن فرس يلوغا لوغو استاقي سيد لو سوء لويني بنا أذب واحد لقويونا كميديا موكتا يروح أمرك أذب لو احترامه ما شو جوغ إنو كسو النقضوا أتكاني إلا روح إله النحريس تنبويين شخص لا اللي يجري ووعدنا دتك اسوق اما دتك ماشي سوق ذا يمد وعدنا كلها نبي موسى كلها هي يا امام الغزالي يوحو ويديك ويه نبي موسى الغزالي ذا اسكوارك يا غزالي او متاخر هذا وقت دوها منهاج النووي قرسمها نووي كتاب كيس وحو كسو غابيه كتاب وليها عبد الكريم الرافعي وليها محرر لي هذا محررنا وسيط يا بسيط اللي قصو جابي وسيط كان يا بسيط كان يا واحد واحد اسكالي معوها غزالي علي بركا درادوها غزالي حتى ما هين سلف كي يا ما هين بركا زو عليا نبي موسى يا ويدي كلها غزالي ويدي مقعا غزالي نسدح محمد اسكو حكتا موكتاي حولي محمد بن محمد بن محمد علي ده war arid magaca kaliya ku waydiye maxaa maxamed kan faraha badan aad u tiris maxamed kali u dhihi waasu dhahay kula markaas wuxuu dhahay ya gazali adiga bay ilaahay wuxuu ku waydiye wama tilka biiminka ya muusa asaaya kali maxaa u dhihi waas ya asaaya wax maxaa u tiris u dhahay kula nabi maxamed wuxuu dhuyay warka edebsooniyo oo ninka nabi waayo waa halaburmi dhaaf iyo dhahay kula wixii dhab wuxuu ka dhigi dhalinyaro un meel wada joogto ولا سوفي وقت القوى وياي خونا لو قادر وحي مدح لو لولا وحالي الشيخ عالم سنة بالي ليهي وحو عصي اسكو سود بريتاد ودونا اما عدك لأسو وكو قادر وياي فالجملة استنافا بياني وين كانت الجملة بعد المعنى صح استنافا بيانيا جوابا لسؤال مقصود به لولا جدو التلدد كراحيسي يو تعظيم شأن المسؤول عنه كل اسويدين ايو ارنتي سو لوينين ايو الله لوينين ايو لا تعينوا لو مجيدوا إلا عينوا والإله وانقرن لا هيا كوي مايا مايا لأن المولى اللي تعالى سري لا يجهل لغا جهل نقول مايا حيوان كما لا يعقلك حتى جمادات كجيدها انتيرك كل الله ويقانا سبحانه وتعالى وين من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تصبيحهم صمهم كل وقت تصبيح سنيا مالك وحنقرنين ملي وليست حالا من الجلالة وهذا حالة كدقو محديدة وحديدي حالة وحي فائديسة حالة وحي فائديسة تقييد وعنك الشيقيني عامل كذا قيدة ومعناه وحن نقولي بسم الله إله مجي عيسى نكب الله بني الرحمن هو حال اللي الرحمن من نحريسان يؤيه مركو الله نحريسان يكلي أي نكب الله بني عيسى يعني مركز النحري سنين
كوا بلابيو معناها صوبي حالته هرتو لازمة وحالته منتقلة معها ولازمة حالة لازمة وأمر دونا إن شاء الله تعالى وحل يرى هذا حالة الصاحب كذا أوسن كزولين ولي أكسي في سيئه وإله الرحمة مر والبو أكسي في سيئه وحاله لازمة لكن سيئة ذا بيسنك الله كب الله بشر يسوي حق قيد إلا وحرا بلدي ديه مر والبعض وكب الله بنا يأين لي هذا وركز الصوضة وإن كانت الجمل بعض الباوهة لا تعي لأن المولى لا يجهل وليست معها جملة حالا حالا معها من الجلالة اسم الجلالة حالا كماها وإن كانت هباها تؤل جمل جملوين كبعد المعارف معارفة قداشة هذا حال أيتها أحوالا حالوين هالنقطة إن شاء الله قاعدة سوى شيء قدرنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أو صاف وحقابة كجرا مربان توضيحين دورنا باب النكرة والمعرفة هدين قارنوا إن شاء الله لأن الحالية حالية تفيد وحي فإذين التغييد البدء باللابشادة ولا قيد بسم الله تعالى إله مجي عيسى كو باللابشادة لغو باللابرية إلا قيد بحالة الرحمة لغو قيد رحمة حالة ذيذة وهي رحمتنا وإن كانت هبا أهاتو لازمة حالا حالا حالة لازمة كل لكن لكن الملاحظة كل فيرين أيو عدم تغييد إنا بالقيدين وي بوصف وصف إنا لغو قيد أمر وربعنا وكو باللابرية وحاصل سوري البصبلتي بصبلة سوري إن كذا وحيابها كإيمانية أن تضرب وإن طفتها أربعة العموم والخصوص والتقدم والتأخري في سبعة يعني وعزوها سورينا كإيمانية إلى نور بقول جاريو كنا تولى جارسين كلا سوري إن قاعوية بس إن قاعوها وكو تعلق أيه وعام وخاص ومتأخر ومتقدم وأحسن زمان ومحذوف ومذكور قدر يا واحد كله فني سجال كي صورة رحمن الرحيم كي إيماني سي وياه وحي صوب هذا واحد كله فني أي الله إن ذات هذا لولا جيده يلا فذا لولا جيده أشي إن الجنسيتهاي إن الاستغلاقيتهاي إن عهدية واحد أصله بدنية واحد مزاوسي دي بدن ماها أنت هالصورة ذا وحاصل صوري البصبلة بصبلة سورين كذا وحكى إيمانا يا أنت تضرب وإن أطرفتها أربعة العموم والخصوص والتقدم والتأخر أفرت هذه وإن أطرفتها في سبعة كون الظرف ظرف كأهانشه ومتعلقة متك حرمية بالفعل أو بحال من فاعله أو بالمبتدئ المصدري أو بحال من فاعله أو بخبر إنه كتعلقه أو باسم الفاعل إنه كتعلقه أو بحال من فاعله تضبص رواي كما تقدم تفسيره كل وصومرني تفسير كيسا سيدا عن صوهر مرتي فصور متعلق متعلق سورين كيسا 28 نغني ويضم لذلك أركا وحلو قيني احتمال القسمية والزيادة بوجهها وقسم يزيادة كدر لبدا دي وجه ويهي ويضرب والغل فني الحاسب حيماده وهو 31 وياري في 9 الرحمن الرحيم تبلغ 279 سورة فإن نظير هذه الآية إلى احتمال الإضافة إضافة احتمال الذي على أربعة أفرت أهيد زادت وزيادة أصور سورين كزيادة ثم تتكاثر ويبضني جدا سنبع بالنظر فيها لمعاني الباقي بعد معاني ذي مركز الآية ومن الاستعارة أو المصاحبة أو التعدية أو غيرها فتأمل والله سبحانه وتعالى فإذا قال الشيخ أبو العباس وحبيل البوني رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم لبضع لفظي من أذكار المضطرين كما تبع تيسان أذكار تودا يكمي مضطرين اسم فاعل اسم مفعول إنا سوك لسارتان على الخربة إذن قال إذن كربة من أذكار المضطرين كما تبع تيسان أما كما رفاء للرفاء دي أذكار تودا يكمي تاي لأنه لفظي قاسي يسرع وحقود الدجيني اللهم مضطرين وحقود الدجيني تنفيص الكرابي كربوي كافي دي تانكوذا إيو وفتح وفتح أبواب الفرج فرج كأبواب تسوفره وقال ابن عربي وحجر سوفيقي واي من داوام الروح الدائم على ذكره شيء قديسة لا يشقى أبدا ولقي شق مغن مايو وإنما اختير والله دورتي هذان الوصفان الرحمن الرحيم أي الله دورتي في الابتداء كب الله بشهده
للإشارة إشارة درتها يلو دورت الواضحة على التامة لميسترن ومحيطها إلى غلبة جانب الرحمة رحمة إن عيدة غالب نقشدي سأي الإشارة يو سبقها هرمريد إذا لطفا حريص درتها بالعبادة أدوبها لو نحريصنا قال تعالى الوحيد ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث وعكسه إن الله كتب الله وحو قري فيه كتاب كتاب يغري فهو كتاب كان عنده ألا أكتسك سقيه فوق العرش عرش وكسرية إن رحمتي سبقت غضبي. نسأل الله الله وحن ويدي سنين سبحانه وتعالى ألا سرية أن يدخلنا إنه لقليه ميدان رحمتي رحمتي يسا بنان كذا إنه لقليه ميدان أسلقه عليه هذا بنان فردها اللوع يرسيه أما ماشي كبدا اللوع ياروك هلي يعني واحد جري جري ميل واجه رميل وحل سميني جري وين بنان بنان كان سفردها اللوع تبابري جري فرس كمار كوري والله ولا درجني علاش مركا انت لا يكاتو يا ميل لو خيري دور بريو خناني غا جمه نفو نكون علاش دوبني والا سو كخينا برنامكاس ني اد فولمده يو يقانو يا لو ديبي نينكا كلا هدي وريداي موقتي فرسو خطر واي رو عادو يقانا سل يقانا لو ديبي فرسكو فوليا ماشي سكو وريجني با تو ايدي دور بريا سيدا ليين مركا و برنيا وتوبركيسي وي ماشي مركا فرتها لو توبريو برنامكاسي أما لو قلت تصيري يا ميدان لدي جناس اللغة هذا نوحو جيدا رحمدي سبرنانك يعني رحمدي سألها نقل يوم بو جيدا بحذو فرسة بودادة هروب بقل كرهيبا كلها بحذو فرسة بودادة هروب بقل كرهيبا نمان براني فولانك وعن بيكسن كريوة ننصفي عن أفولي كني فرس وحيا دبي عد أولي وحاكم ده حكمي يوحي بالله صار يبهلكي دبرك اللي جسارة مرك الله رب قبل السيو وإنا أتفوش أضرب لقطة مرك السداد هي وبودية مرك النية كانوا حال ربا دربة بعد لقطة اللي جش داجرة دربة لقطة أنتوا قليو دربة كبودو لكن هذا سي ترتيب أو الجاري كو تاجن عمل على كريكتو لقو كوبر نهيني كارك وقولي مرك فرسكوا بال في عنوي برشدي سيو نجاته وضحت التامه يا وهي نسال الله سبحانه وتعالى يدخلنا انه نقل ميدان رحمتي نحريستيسا برنامج كذا انه نقل في الدنيا والاخره بجاه سيد المرسلين امين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قوله قال محمد فيه التفات والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله